يقول: هل يجوز التلفظ بالنية قبل الصلاة؟ التلفظ بالنية بدعة، ما يجوز التلفظ بالنية. النية محلها القلب، محلها القلب، ولا يتلفظ بها، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه كان يقول: نويت أن أصلي، نويت أن أطوف، نويت أن أتصدق. كان يفعل العبادات ولا يتلفظ بالنية، لأن النية عمل قلبي وليست عملا لساني، ولأن الله يعلم ما في القلب، فلا حاجة أنك تتلفظ. قل: أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. لا حاجة إلى التلفظ، الله يعلم نيتك لو ما تلفظ. نعم.